عن الجمباز. فالمنتخب الوطني للجمباز الفني رجال وسيدات بيخوض حاليا معسكر في المركز الأولمبي بالمعادي استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم اللي هتقام الشهر المقبل في بلجيكا. الجمباز المصري محقق نتائج محترمة جدا خلال الفترة الأخيرة، وأصبح لنا تواجد على مستوى البطولات الدولية خصوصا في الجمباز الفني. كاميرا ملاعب الأبطال كانت متواجدة كالعادة في تدريبات المنتخب. خلينا نشوف اللقاءات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. والله احنا الحمد لله بقالنا بدأنا الإعداد لبطولة العالم بقالنا 3 شهور. كان عندنا معسكر في إيطاليا 5 أسابيع، اتمرنا مع منتخب إيطاليا، رجعنا مكملين المعسكر بتاعنا، المعسكر مغلق في مركز الاولمبي حاليا استعدادا لبطوله العالم ان شاء الله. احنا بنستعد حاليا لبطوله العالم في بلجيكا في شهر اخر شهر 9، وعندنا بحر متوسط في تركيا لمنتخب الناشئات ان شاء الله. والله احنا حاليا عاملين معسكر مغلق في المركز الاولمبي، بتتمرن من الساعه 8:30 الصبح لحد الساعه 1، والتمرين الثاني من الساعه 6:30 لحد الساعه 10. برنامج الاعداد برنامج كويس، احنا اللجنه الفنيه والجهاز الفني يعني حاطين في برنامج معسكر في المركز الاولمبي داخلي، وعندنا لعبنا بطولات دوليه من اول السنه واحنا بنجهز لبطوله العالم. بطوله قويه ومنافسه فيها قويه جدا، مؤهله للاولمبيات، الهدف كبير مش سهل. ان شاء الله احنا بنشتغل عليه بكل طاقتنا. لعبنا بطولات كاسات عالم في اول السنه، ولعبنا بطوله كاس رومانيا الدوليه، والحمد لله ربنا اكرمنا ميداليات. انا حققت ميداليه ذهب على جهاز الحلق، والفريق برضو حقق نتائج كويسة إن شاء الله. في معسكر في جورجيا، وبعد كده إن شاء الله بطولة العالم في بلجيكا. والله إحنا التارجت بتاعنا إن شاء الله اللي في الأول إن إحنا نتأهل أولمبيات من أحسن 12. الدول اللي إحنا بننافسها قريبة مننا زي أسبانيا وزي ألمانيا، وده اللي هدفنا ان احنا نوصل لهم. والله احنا اخر فترة بنحاول نعمل اقصى مجهود عندنا، نتمرن 3 مرات في اليوم، 6 أيام في الأسبوع. بنعمل إعداد كويس جدا علشان عندنا بطولة مهمة في بلجيكا، والأسبوع الجاي إن شاء الله طالعين معسكر في جورجيا. هنقعد 2 أسابيع قبل البطولة بتاعت العالم، لأن هي من أهم البطولات لينا السيزون ده، وهي البطولة المؤهلة للأولمبياد إن شاء الله. والله يعني إحنا بنحلم إن شاء الله إن إحنا نتأهل كفريق الأولمبياد، ودي ان شاء الله لو قدرنا نوصل لها تبقى اول مره تحصل في تاريخ مصر ان فريق منتخب مصر جمباز يتاهل للاولمبياد عن طريق بطوله العالم، وده لازم نطلع من احسن 12 فريق. في دول كتير جدا مشاركه، اليابان، الصين، بلجيكا، ناس كتير جدا كلهم على مستويات عالميه. احنا ان شاء الله نتوقع ان احنا نتاهل من احسن 12 فريق، ودي حاجه ما حصلتش قبل كده لا في مصر ولا في اي دوله عربيه ولا افريقيه. احنا كان عندنا بطوله لسه من 2 يومين في رومانيا، وكان عندنا بطوله قبلها باسبوع هنا في مصر، بطوله دوليه، بطوله الفراعنه الدوليه، شارك فيها اكتر من 13 دوله. الحمد لله حققنا مراكز كويسه جدا في البطولتين. ان شاء الله احنا بنحضر نطلع من احسن 12 في بطوله العالم فرق ان شاء الله، ان احسن 12 فريق بيتاهلوا الاولمبيكس. فاحنا ان شاء الله دي خطتنا اوليه ان شاء الله لبطوله العالم اللي جايه ان شاء الله. احنا السنه اللي فاتت جبنا تاني فريق، والسنه الجايه عندنا بقى ان شاء الله الافريقيه اللي تاهلوا الاولمبيكس. في بلاد كتيره جدا زي امريكا، ايطاليا، فرنسا، روسيا، الصين، كندا، في بلاد كتيره قوي. بيبقى في معسكر قبل البطوله، بيبقى نتمرن تمرينتين، ويبقى ليه برنامج يعني معين قبل البطوله غير الايام غير الفترات التانيه.